مساء الخير عبد الله، ومساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. حول حصيلة عام 2018، أفادت المديرية العامة للمكتب الوطني للسياحة بأن مؤشرات القطاع في مجموعها تشير إلى أن السياحة المغربية على طريق صحيح، مبرزة أنه إلى غاية ونبر الماضي تجاوز عدد السياح 11.3 مليون سائح بمتوسط مليون سائح شهريا، وبزيادة قدرها 8.5% مقارنة مع عام 2017، واستقر رقم ليالي المبيت في 22.2 مليونا، فيما بلغت نسبة الملء 47%. وحسب التقديرات المتعلقة بعام 2018 بمجمله، فإن القطاع السياحي استقطب 12.3 مليون سائح، أي بارتفاع نسبته 8%، مع حلول مليون سائح إضافي. هذه الأرقام الإيجابية تؤكد مدى قوة الصناعة السياحية المغربية، إحدى الوجهات الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي. ففي الفترة بين 2000 و2018 حقق القطاع السياحي نموا سنويا قدره 6%، متجاوزا المعدل العالمي بنقطتين، مما جعل المغرب يتموقع كأول وجهة سياحية على الصعيد الإفريقي والوجهة 30 على المستوى العالمي. وعززت البيانات المتعلقة بحركة الطيران الحيوية التي يتمتع بها القطاع، إذ أنه قبل اعتماد مفهوم الأجواء المفتوحة تضاعفت قدرة الاستقبال من 3 ملايين مسافر إلى أكثر من 11 مليونا، كما سجلت الشركة العاملة في المغرب نشاطا تصاعديا، حيث أضحت المملكة بالنسبة لعدد من الشركات الأوروبية ضمن الوجهات 3 المفضلة عالميا. تعد هذه النتائج ثمرة استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، مكنت من تطوير البنية التحتية الطرقية والبحرية والجوية، خاصة البنية التحتية السككية التي شهدت إطلاق الخط فائق السرعة، إلى جانب جهود تقوية جاذبية الوجهة السياحية المغربية مع استقرار علامات وشركات دولية في المغرب. ومن أجل مواصلة هذا المنح التصاعدي، يعمل المكتب الوطني المغربي للسياحة من خلال مخطط العمل 2019 على استثمار الوسائل والآليات التي يتوفر عليها من قبيل خبرة موارده البشرية، كما يراهن أيضا على مكتسبات المشاريع السابقة، لا سيما على مستوى تطوير الملاحة الجوية وتسهيل أولوجيتها. وبالنظر إلى أهمية وقوة هذه المكتسبات، يتركز مخطط العمل 2019 للمكتب الوطني المغربي للسياحة حول مهمتين أساسيتين تتمثلان في ترويج وتسويق العلامة السياحية المغربية عن طريق وسائل مبتكرة تمكن من مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية، وعلى هذا المستوى تفرض الرقمنة نفسها كورش محوري. هذا ويشكل ترويج السياحة الداخلية التي تستهدف مغاربة العالم تحديا آخر ضمن مخطط العمل المكتب الوطني للسياحة لعام 2019. هذا المخطط الذي يهدف أيضا إلى تفعيل دينامية جديدة في إطار السعي إلى تحول عميق للمكتب على المدى المتوسط، مع الحفاظ على تسريع المخططات والأوراش الموجودة في طور الإنجاز. ألقاكم بخير مشاهدينا الكرام. عبد الله، شكرا لك زميلة نجاة بوتفسوت على كل هذه التوضيحات.